الفكره بدات ان احنا كنا الاول مجموعه شباب من المنطقه من الشارع من هنا، نزلنا ترابيزتين وقعدنا نفطر مع بعض. السنه اللي بعدها الترابيزتين بقوا اربعه بقوا سته. الموضوع ما شاء الله كبير بقى لنا 10 سنين كده، وان شاء الله باذن الله نكمل. بيترتب لي من يوم 16 رمضان السنه اللي فاتت، يعني احنا مثلا في ضرب الجوال 15 رمضان، من يوم 16 رمضان بنبدا نجهز نفسنا للسنه الجديده، يعني بنقعد على مدار السنه بنجمع نفسنا كده. التنظيم هو احنا الاهالي هنا مع بعضنا ما شاء الله، يعني متجمعين وعاملين جروب اللي هو المشرفين على اليوم. احنا جروب فيه حوالي 360 شاب، ما شاء الله كلهم ناس محترمين وناس احاضن زي اهل المنطقه، كلنا اهل المنطقه يعني. فكلنا بنتجمع مع بعض، وبنجمع مع بعض اللي بيقدر على حاجه بيعملها، وبنجمع من بعض مبالغ ماليه من غير سبونسر ومن غير اي حد، والموضوع كله اهالي بقى. احنا بقى لنا بالظبط يعني احنا من يوم 1 رمضان، يعني انا بالنسبه لي دوت النهارده كده 1 رمضان، يعني النهارده 15 رمضان حاليا، بس بالنسبه لنا كلنا 1 رمضان. كلنا يعني من اول يوم 1 رمضان بنبدا بقى نجهز نفسنا لليوم دوت، بنبدا بقى نوزع الحاجات على الناس، الحاجات بتتعمل في البيوت، المحاشي مثلا بتتعمل في البيوت، بلس بقى الشيفات اللي بتبقى موجوده معانا.